هيك توعديني انه القصه اللي بدي خبرك اياها تضل سر بيني وبينك؟ انا مالي حامله اسرارك واسرار عائلتك وبنتك من سر لسر. بتخبريهم بترجاك؟ بتخبريني هيك خبريه وبتحلفيني ما خبر حدا؟ لك شو انت مجنونه؟ شو بكي؟ مش رح يصدق الا اذا عرف الحقيقه. انا ما بدي اياه يعرف الحقيقه. كلهم عم يهربوا من الحقيقه. ما رح يعرف انك مجوز. انت عارف شو عم تعمل؟ رايح اتفاوض على شراية معمل. انت ليش مصر تحط راسك براسه؟ كذابة انت، كذابة. الجزء الثاني من ما في كارل رح توصلنا وتوصل حالة للهيو يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.